قالوا عزيز المشكلها على بال اجت بس ما عبال انت ليلة فراقك مثل جمرة انطفت بظفري نص ليل وبسكته قالوا عزيز المشكلها على بال اجت بس ما اجيت انت بساعتها ليل الشتا ما كنت عرفه قبل بجفاك جربته بساعتها هذا الهوى اي هذا الهوى الموش بغلاتك اقل ما شمه كذبته شايف الحرقه شنو من تعتني لك شخص تلقى على بابه غفل منصوبه فاتحته شايف الحرقه شنو من تعتني لك شخص تلقى على بابه غفل منصوبه فاتحته شايف الحرقه شنو من تعتني لك شخص تلقى على بابه غفل منصوبه فاتحته طاقات البعد والفراق والوجع والايام البارده فاكيا يقول اللي مضيع ذهب سوق الذهب يلقاه واللي مفارق محب يمكن سنه وينساه بس اللي يضيع وطن وين الوطن يلقاه والان نترككم مع الشاعر المبدع كعادته احمد الطرفي عندما دخلت رايت صوره المرحوم غسان العداي رحمه الله فتذكرت بيت قديم لي أدورك يلتحط دواك عالداير تجيتك تلفلو بالطيف أدورك يلتحط دواك عالداير تجيتك تلفلو بالطيف عداي نجدك بالله يا غسان عداي متى ربعي يجون القصو بيتي احترق واخوان صبحة ومشاتيل وانا على بيت هواي عين غدت تميل إن الشعر يسكن في قلوب الأجيال إن الشعر باقي بقلوبهم وإبداعهم وضع لمساته الفنية بعمل لوحة فنية للشاعر الراحل عريان السيد خلف يهديها للمنصة لتبقى خالدة على مر الأيام من تطفى الشمس وتنام الولايات ومن تسكت الدنيا وتنطق اللوحات هناك أنا تجاعيد وحزن مغرب قلم عمره حبر ووراق تطيح أيامه من يكتب عرس خرسة هلاهل ماله المعنى وغنى يكذب هناك أنا جرح سكران تاهو نبذته الحانات رب ظن الجوامع والكنائس والمدن والتيه والعربان جرح نكرنا الولايات يتشبشب محنة وصور وحكايات عايش احتمال وغربة من كل لون جرح يتمشى بالغربة يغني الوطن للبيبان هناك مقفلة البيبان وفجأة اندلت الدنيا ولقى بوجهه قفل مفتوح وطن مفتوح بابه بوجه ايا كان ولهث قلبه وركض للباب بس تفاجأ من الباب رسم ثاري هذاك الباب طلع مرسوم على الحائط هذاك الباب فنان رسام اشتهى يرسم وطن للجاي باب ونافذه والوان بالغربه الوطن الوان بالغربة الوطن حيطان إذا حتى الوطن للجرح ما بي باب منين تفوت لو أنت جرح سكران بالسنة الثالثة قلت له المن مبتسم يا سعد شو تريد للصورة يعني المن مبتسم يا سعد شو تريد المن قابلتني وليش ما تروح أنا خارج إطار الانتخابات
أنا داخل مدار الحزن والنوح، أنا ملقى الجروح وملتقى الظلم، وما أحس بتطرف بين الجروح، أنا أهلاً وسهلاً بالمجبلين، بيت أجار لكن بابي مفتوح. ترن بيك مقابلات يا وطن، نهرين بيك مقابلات، من حسد بيهن يفكم ضيجك، واحنا لو بالخارطة نعاين عليك جا عرفنا شلون ناشف ريجك، انت جنك واقف وحيدك لغاد وكون كل الدول راح تزيجك. الصبح كلش عجبني أقرأ الأخبار، ردت أقعد طرف وأقرب قصيدة، قريت أول خبر قسمونا نصين، وخبر ثاني انقسم ظهر العقيدة، وخبر ثالث مواطن يقرأ الأخبار طبق حيل الجريدة قصويدة. الشعب عايش كذب شلك بالإعلام، ذبحت انت الوطن شنه تريده، لمن جاك الصبح ما صدقت بيه، ردت بالليل صبحك تستعيده، ما يرجع صبح لا تصدق بهاي، اكو من الليل وادم مستفيده، ما يرجع صبح لا تصدق بهاي، اكو من الليل وادم مستفيده، خفافيش اشتغلنا خاطر نعيش، وصفت عيشتنا بس على النصيده، والخفاش اعمى يصيب ويخيب، يعني صيده خيم وبعيده، ورجعنا على الشمس ورجعنا على النجم نندلل دروب، ورجعنا الطلع بيده يحط حديده، ورجعنا اللي يستحن قل انت ما تعيش، ورجعنا الطارد يدور طريده، واذا طلعت شمس هم مشكله تصير، من بالليل ما ذابح حضيده. شعب ما تريد تقعد نايم، تريد صفت على الباطل احلامك سعيده، تسب الماي صرت بصف الحسين، خاطر تنتعش فكره يزيده، وحسين وطلعته ونحره والدين، اختصر هالشعب كلها بسطله بيده، اذا تميز الشجاع اختبره بالقاع، على قطعه شبر يقطع وريده، وانت القاع كلها تفرهدت بيك، وجا المحتل لقاكم من عبيده، قام الطير يطلع بس مشي يروح، لأن بالسما وهم حطة ومكيدة، وصرت للطير لازم أضمن القاع خاطر ما يقل جناح عريدة، وباب البيت ينسد قبل الغروب، وبكف راش المضيف من النضيدة، باب البيت ينسد قبل الغروب، وبكف راش المضيف من النضيدة، دقل شلون أقنع بيت مقفول إلا يصير بيت بنص قصيدة، دقل شلون أقنع بيت مقفول إلا يصير بيت بنص قصيدة، ورجاء لو قريت البيت مقفول أخجل، لا تقل البيت عيدة أخجل. شكرا جزيلا لك.